عايز ضرب الجزم عشان انتي بنت خايبة. ما انا بقى بصراحة استجدعتك وقلت مش همشي من هنا غير لما احكي لك على اللي حصل، يمكن يعني تعرفي تاخدي لي حقي منه. حق؟ حق ايه يا ام حق؟ انسي ليه كده بس يا ست دليدة؟ انت بنت انت هبلة ولا ايه؟ بصي ما تبصيش للي حصل، الواد ده طلع انصح منك، خد منك كل اللي هو عايزه، وانت اللي لبست الليلة وطلعت منها على الفاضي، صح؟ بصي حبيبتي المهنة دي حكى عليها بيت. لا لا ولا حاجة. يا بنت اسمعيني وانت ساكتة وخلي بالك، انا قاعدة بس كده معاكي عشان صعبت عليا وعشان بتفكريني بنفسي زمان، اما انا كنت كده هبلة زيك. طيب خلاص قولي وانا سامعاكي. احنا وقفنا عند ايه؟ عند اصول المهنة. بصي بقى يا اختي، المهنة دي مخي داير، عقل منور، عشان تفهمي منها البني ادمين سواء رجاله ولا ستات. بس خلي بالك مش كل اللي انت هتكسبيه فلوس، في ناس هتاخدي منها علاقات، وفي ناس هتاخدي منها معلومات، وفي ناس بقى يا اختي لا مؤاخذه مش هتطلعي منهم غير بالقرشين بتوع الليل، ودول بقى ما تركزيش معاهم قوي. طب والنبي ما تعلميني. اعلمك ايه يا بت؟ خلاص انا بخ اعتزلت المهنه من زمان، انا زي ما انت شايفاني كده دلوقتي سيده اعمال. طب وفيها ايه يعني؟ ما تعملي مني انا كمان سيده اعمال. صعب؟ لا والله مش صعب، ده انا شاطره وبفهم بسرعه. لو كنت صحيح شاطره ما كانش واد زي ده ضحك عليكي. معلش اعتبريني كنت لسه بحبي. خلاص احطك تحت الاختبار وصدقيني هجيب مجموع. لا يا اختي انا مش فاتحه هنا مكتب تنسيق، انا هنا يا طب يا الشارع. وحياتك عندي لا افتح اكاديميه.